في الجانب الأيسر بيلعب أحمد فتوح، اثنين ارتكاز في وسط الملعب مصطفى عبد الرسول وعلي حسين، قدامهم ثلاثة محمود فالكس أحمد حمدي ومحمد حمدي، وفي خط الهجوم يلعب وليد عطية صاحب هدف منتخبنا منتخب البيبي بافانا بافانا. ادي فاول موجود، دفعة موجودة، وضعنا أحمد فتوح يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، تشتيت من ديفنس منتخب جنوب أفريقيا، طولية ملعوبة، استلام في وسط الملعب، محاولة المرور من محمد حمدي، تتشتت الكرة من قدامه، تتقطع الكرة للناشئين، لكن مستر حظ جنرال حظ أدار ظهره لمنتخبنا. خطيرة 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 خطيرة، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا جماعة، هفوات دفاعية بالجملة. الراجل حط ايده على وشه، بص تسلل غير موجود على الاطلاق، الديفنس اتضرب كله واقف على خط واحد، اتلعبت، الرقابة غير موجودة، الضغط غير موجود، التمركز غير موجود، وخروج خاطئ. ايضا نلعب في الدقيقة رقم 28، تقدم منتخب جنوب افريقيا للناشئين تحت 17 سنة بهدف للا شيء، والهدف جاء عن طريق أتيسا مايو، طويلة خطيرة خطيرة خطيرة، حذاري حذاري من التصويب، حذاري يا جماعة، مش ممكن مش ممكن. مباراتين ثلاثة اللي راح عليهم نجح فيهم بامتياز، عكسية جميلة ملعوبة، يقطعها اللاعب رقم 10، باع نفسه كده بلغة الكرة مصطفى عبد الرسول، تسلل غير موجود، التسلل غير موجود، رقم 5 محمود مرعي في التوقيت المناسب بيغطي على زميله عبد المنعم رجب، خطيرة مرة تانية، خطيرة مرة تانية، إلى ضربة حرة غير مباشرة بداعي التسلل، تسلل تمارين إنهاء الهجمة، لو ما كنتش هتنهي في البقعه دي من ارض الملعب هتنهي الهجمه امتى؟ حمدي طويله في اتجاه محمد حمدي، دينجرس بلاي يا راجل، رجله طلعت لحد مستوى راس لاعب منتخبنا الوطني، استلام من اللاعب نيلسون مالكيكي، عمق دفاع مش ممكن حد يقابل، خطير، عمق دفاعي وتغطيه للتسلل، ادي اللاعب رقم 10 اللي بيطالب بركله الجزاء، خطيره تمريرات، لو الكادر، بص الكادر كله واقف على خط، هيلعب 3 4 1 او 3 6 1 عفوا، ليش كريم، لكن الراجل عامل جيم في الشوط الاول ممتاز، تشتيت، انا مش خايف غير من قلبي الدفاع، الشوط الاول كتير الفرقة اللي بتدافع كويس دايما هي اللي بتكسب، دافع كويس، اقفل المناطق الدفاعية كويس، قدر سواء جماهير او جهاز فني وبدلاء، كانت هتبقى اتنين لا شيء، اتنين اتنين، فالتلت